لقد تابعنا الأعمال الإجرامية وغير المسؤولة التي قامت بها شرذمة من المجرمين المؤطرين من طرف عصابة البوليساريو الانفصالية، والذين قاموا بتعليق ما يمكن أن أسميه ببساطة خرق على مستوى القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا بدلا من علمنا الوطني. بعد هذا العمل الجبان والمقيت، قام على الفور القنصل العام للمملكة المغربية بفالنسيا بإعادة العلم الوطني إلى مكانه. بصفتي سفيرة لصاحب الجلالة بإسبانيا، أود أن أعرب عن استيائنا العارم وإذانتنا بأشد العبارات لأعمال التخريب والعنف هذه، التي تؤكد وتبرز على غرار ما حدث بالقرقارات النهج المفيوزي الخارج عن القانون لرعاة هذا العمل الإجرامي. هذه الأعمال المعتمدة وغير المقبولة إطلاقا جاءت بدعوات استفزازية مختلفة أطلقها هذا الأسبوع ما يسمى بممثلي عصابة البوليساريو، الذين دعوا أنصارهم إلى التظاهر أمام جميع التمثيليات المغربية بأوروبا. وفي الوقت نفسه أحيطت المملكة المغربية علما بإدانة السلطات الإسبانية لهذه الأعمال التي اعتبرتها غير قانونية ولا تتوافق مع مضامين القوانين الدولية، وبالتزام الحكومة الإسبانية بعدم السماح بعد الآن بمثل هذه الأعمال من قبل البوليساريو التي تؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيات. المغرب أحيط علما بالتدابير التي ستتخذها السلطات الإسبانية من أجل ضمان واحترام سلامة وحرمة بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في إسبانيا. هذا الاستفزاز يجسد الأساليب العنيفة التي تتبعها البوليساريو خارج إطار القانون نهجا لأسلوبها العنيف البادي للجميع. هذا الاستفزاز يجسد كذلك أسلوبها المتهور والمميز في الهروب إلى الأمام، خاصة في السياق الحالي، كما يذكر بطبيعة هذه المنظمة الانفصالية الخارجة عن القانون التي لا تتوقف أبدا عن دعوة مناصرها لارتكاب أعمال العنف والتخريب. جميع موظفي سفارة المملكة والقنصليات العامة الاثنتي عشر المعتمدة في إسبانيا يؤكدون على ارتباطهم الوثيق وولائهم الراسخ للتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله، وكذا على تعبئتنا الدائمة للدفاع عن سيادة الوطن ووحدته الترابية. Et de son intégrité territoriale.